غنموتوا، انا راه ما غنعيطش عيب وعار، وانا راه غنجيب ولادي وغنبات هنا. حنا غنمشيو الرباط، ما غنبقاش غنموتوا، غنمشيو الرباط. الحبس انا نعيش فيه، خليهم يعيطوا، ما نخلص كرا ما نخلص ضو، يعيطوا هما يوكلوا ولاداتهم، هما اللي قروا ولادهم. حنا توصل ليك، انا بغيت هذا الشيء اللي فيه انا يشدك، هذا الاحساس اللي انا كنت ناشطه طلبت هما معايا، انا طلبت الناس وجدوا ولادي لحولي، طلبت البصله في السوق طلبتها من عند الدراري، وكنت تعرفني وجيتي توحلتي عليا، بغيت الله يوحل لك، بغيت ربي ياخذ فيك الحق، قلب عليا الدين، انا بغيت غنمشي. الحولي ديالي بيعتهم سكينة حكومة ما تطيح. حسبي الله ونعم دلينا في المغرب ودلينا. حاول اقول هذا الشيء، خلى ولادها فاش العشيله، انتم عيدوا مع ولادكم وحنا يصلينا بحال هذا الشيء فاسي، واش نجيبوا ولادنا ونعيدوا هنا بلاتي خويا؟ هاد الميطيحه، هاد الميطيحه خدام على عائله، هاد الميطيحه صابر، ركبنا الطونسيو، ركبنا اش وراه حسبي الله ونعينا من 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 صبرو. حتى السبيطار غادي واحد، ما كاينش العثماني، حتى السبيطار ما عندناش العثماني، السبيطار هو فين غنمشي السيده دابا؟ فين غنمشي السبيطار؟ حنا كنبانو حنا حداش، علاش علاش حنا غيتقصر تعفطو علينا؟ عايفة بزاف اللي مساكن بنادم عنده كريديات، كاين اللي شاد العيد غاب الكريدي، تجي نتايا تبقى سيمانه ولا ثلاث ايام وتقول ليه حبس، راه ما يمكنش، راه هادشي كثير علينا حنايا، حنا راه عندنا كريديات، الناس راه كاينين، الناس هنا الهزازه، كاينين الديجيات، كاينين الاوركسترات، كاينين الدراري السربايه، راه بزاف، راه حشومه. واش طلقتيني لا شهر ما طلقش لينا من البداية، ماشي تجي حتى النهار بنهار وتقول لنا اق لا بلاتي الحالات، الحالات ما دخلناهمش حنا، الحالات هما اللي حليتوا المطارات، سدوا المطارات وخلوا الناس ترزق على الله، راه حشومه، راه الناس عاطين عربنهم، واش الناس انا عربون، انا شاد العربون غنرجع ما نرجعوش، الناس راه كاينين، راه الله يحسن العوان، وتنطلبوا من صاحب الجلاله محمد السادس يشوف فينا بعين الاعتبار، راه وصلت السيل والزوبه، وشكرا. شادين العراسات بزاف، شادين العراسات، عمرنا الدراري ديال الدراري ديال الهزه حتى هما معمرين، كلشي معمر، كاع اللي يخدم في قطاع الحفلات والاعراس معمرين، لا تريطورات صغار لا الكبار، مع كل احتراماتي للكل، ولكن راه هادشي راه فات لحد القياس وبزاف، راه هادشي راه خاص يشوفوا بينا بعين الاعتبار، راه حشومه، راه ماشي حنا، راه المغرب كامله تضرات، ضرينا عام وسكتنا وما قلنا والو، ولكن باش تجيو عندنا حتى للدقه 90 وتقول لنا احبس باش تشدونا، علاش ما سديتيش في العيد؟ سد سد المطارات، سد لابلاج، سد سد سد، علاه ما سديتي علينا حنايا؟ راه حشومه وعيب وعار. بغيت نبداها بحسبي الله ونعم الوكيل. الناس راه معيدين، حنا راه حنا راه عكعك الحق، راه تقهرنا، واش كتقول؟ ما تفهمش ليا هذا الشيء انا، هذا علاش؟ وبنادم مسلف ومكلف، العام اللي فات وقفوا جمعيات وقفوا ناس، هذا العام هذا بنادم تسلف وتكلف، سلف بنادم وتكلف باش ياخذ ضحيه لولاده في الاخر يخرج يبيع، راه حشومه هذا الشيء، واعطونا هذا الشيء قبل قبل، عطونا قولوا لنا راه كاين وكاين، وكما تجيبوناش تبقى لنا يومين، والناس عاشرين الدجاج، الناس شاريين خاسرين رزقهم، الناس عاطين العرابن، حنا شادين العرابن مفرقينهم بيناتنا، واش غنديروا دابا حنا الكرا الضو والصير الماء والعيل دابا دخلنا عليكم بالله اش من عيد حنا غيبقى لينا، والسيد رئيس حكومه ورسالتي موجهه لك ثاني مره، وديك النهار قلنا الدنيا هانيه الحمد لله، ودابا حنا يا رب دخلنا عليك بالله، اقول يا مين غيدوز لنا هذا العيد هذا، واقسم بالله اللي كيقسم الدنيا والدين، ياكون ما كانوا جاي الحباب والكريديات يا من عيدوا هذا العيد هذا، اقسم بلا اله الا الله، ونطر على وليداتي اللي كذبت عليك، راه حشومه هذا الشيء هذا، والسربايه نقافات طيابات معونيات شيخات شياخ وطيريه جميع قطع، ديروا معنا حل، وراه عطيتوا الناس شحال ديال النسبه، حتى حنا عطيونا واحد النسبه، احنا عطونا حنا واحد النسبه والعيب والعار علينا الا فتناها، اشنو نديرو حنا دابا؟ شنو الحل اللي غنديرو دابا حنا مع هاد الناس هادو اللي شادين عندهم الخدامه؟ راه عندنا غير هاد الشهير اللي من مورا العيد هو اللي عندنا حنايا صافي فقط، اش عندنا؟ عندنا الله سبحانه وتعالى اللي غياخذ الحق في كل ظالم. لينا والمغرب والجميع المغاربه، ولكن هادشي اللي سمعنا وهاد الخبر اللي سمعنا راه ما كيفرحش، هاد الخبر ما كيفرح لا حنا ولا هاد الناس اللي هما كيتبعوا الدومين، حنا دابا مسلفين باش شرينا العيد. وتقريبا واحد 500 فرنك 600 فرنك، ملي ما كانش هذا الشيء باغي تحبسوا، خلونا حنا ما نشروش العيد، هذيك هذوك الريالات ناكلهم بهذه العباره، نيت هاد الريالات اللي هنا تسلفناهم ناكلهم، ماشي حنا دابا تسلفنا ومعولين على شهر 8 ومعولين على باش نخدموا، صدقنا ما كاينه لا خدمه لا والو، راه ماشي معقول، وهاد الناس اش غياكلوا؟ راه كاين اللي جاتو غيبوبه،
كاين اللي تصدم، كاين اللي انا ما بقيتش كنعرف شنو كنقول، ما بقيت كناكل، ما بقيت كنشرب، نسمع هذا الخبر. هذا الخبر ما كيفرحش، خصنا خبر اللي هو يفرح، تكون شي حاجه اللي هي زوينه لهاد الناس. هاد الناس راهم ضعافه وما عندهمش، وهاد الحرفه هي اللي كاينه تقريبا. خصو باش يقضي الغرض، باش يوكل وليداتو، باش يكون في المستوى مع عندنا. هو اللي عنده راه عيش، واللي ما عندوش ما عيش، راه ماشي معقول. هادشي راه خصو يكون ليه كلام، ماشي شتونا حتى للعيد وشتونا حتى لشهر 8 وعاد تقول لنا لا ما كاينش. انا تنطالبو السي العثماني خصو يشوف الامور ديال هاد الناس، ماشي بحال هكا لا ما كاينش الخدمه لا العراسات. والعراسات راه كاينه العائلات بعضياتهم، واحد العائله دايره فرح فرحانه باش تفرح مع عائلتها، وجينا حنا خدمنا معاهم، صورنا معاهم واحد 4 دريال ولا 5 دريال، راه حنا تنفرحوا. فتعبيريه احتجاجيه على القرار اللي خدته الحكومه معكم دي جي سي مساعده. المهم حنا خويا كنا معولين باننا خدامين مورا العيد، يعني كنا خدامين ثاني عيد ثالث عيد وشادين افونسات مع الناس، وخدينا ماتريال وبقي عندنا كريديات وبزاف د الحوايج. يعني هادشي ضرينا، القرار ضرينا منه ومضرورين منه. كنتمناو ان الحكومه تاخذ شي قرار، يعني تنسق مع الجمعيات وتنسق مع النقابات باش فهمتي يتشاوروا معاهم وياخذوا نحنا شي قرار، لان فئه لا نقافات لا ديجي لا سربايا لا تريطورات، كل ما كيخدم في هذا القطاع، حتى الناس الكليان اللي غيديروا العرس ديالهم تاهما راه تاهما خداو تقداو، خسروا مصاريف، يعني راه مريزيرفين قاعات، خسروا شراو دجاج، شراو بزاف د الحوايج، يعني خسروا. وغتجي تحبس العراسات، يعني اخويا شيء مؤسف هذا، ما نقول لك ما تقاد التعبير.